ظاهر كمان الولجة للأسف يعني فيها هلا في الآونة الأخيرة ظاهرة المخدرات وتقحيط السيارات وما إلى ذلك. المجلس القروي تواصل مع الشرطة الفلسطينية ومع عطوفة المحافظ اللواء كامل حميد، وطالب إنه يكون في تواجد للشرطة الفلسطينية في هاي القرية لضبط الظواهر السلبية والضارة بالقرية وأبعادها وتداعياتها يعني. فاحنا بنتأمل أجل المركز المتنقل للشرطة الفلسطينية مشكورة جاء قرية الولجة يعني اطلع على هل في أحوالها. بس تجاوب احنا من الناس يعني في بالجو؟ بعض ناس طبعا اللي في بعض ناس عندها تجاوب مع الشرطة الفلسطينية، وفي البعض يعني لا، لأنه بتوقع يعني ليش شو اللي بيخلي المواطن يخاف من الشرطي؟ بده يكون إما إنه عنده نقص وعي، وإما إنه بده يكون متورط في قضايا. أها فهاي الإشكالية. فبالتالي حتى يعني خلينا نحكي إنه والله تيجي الشرطة الفلسطينية حملة هان وتروح، مش رح تحل الإشكالية كاملة. فإحنا يعني بنطالب موضوع إنه يكون الأمن. تواجد للأمن الفلسطيني للشرطة الفلسطينية تواجد دائم مستمر في القرية، مش إنه والله تيجي حملة ساعة زمان أو يوم وتطلع، مش رح يحل الإشكالية أو الإشكاليات فيها يعني مشاكل أو ظواهر كثيرة لقرية الولجة. فبالتالي هي بحاجة لأمن فلسطيني في هاي القرية، بحاجة لتعزيز السلم الأهلي في قرية الولجة من خلال المجلس القروي بالتعاون مع وجهاء القرية والحكماء اللي في القرية. في مشكلة في موضوع السلم الأهلي يعني في الولجة؟ لحد الحين يعني الحمد لله رب العالمين، نتمنى أن تظل الأمور منضبطة. لهذا السبب احنا بنطالب أنه يكون في تواجد دائم للشرطة كمل ولا أنا؟ الفلسطينية. إذا النت تمام كمل، ننزل لتحت ما ضلش معنا يعني مسافة صغيرة ورا المسجد هذا، بنشوف نهاية تمام. بنشوف الجدار والنبعة، ومش راح نقدر نكمل يعني بعد المسجد هذا يعني. فبالتالي لهذا الأمر لازم يكون في تواجد مستمر وتنسيق ما بين المجلس القروي رغم أنه المجلس القروي وجه كتاب لعطوفة المحافظة للشرطة الفلسطينية، خلينا نكمل لتحت شوي، انه يكون في لهم تواجد في القريه هان لحتى نحافظ على امن الولج، على الامن الداخلي الها، لانه احنا بنشتغل على جبهتين يعني، الجبهه الداخليه والجبهه الخارجيه في الولجه. اذا النت معنا مليح بنقدر بس ننزل لتحت شوي لانه بواجهنا الجدار. منطقة قريبة منا. هاي الجدار هنا عند الشيك هذاك تسمى حدود، ما تسمى حدود بلدية القدس، بيطلع الخط هيك يعني. تخيل انت انه المقبرة داخل حدود البلدية، وهنا البيوت هاي فوق القدس. ها نبعة الهدف اللي هي الاحتلال وضع عليها أمر استملاك، هي وخمس دولومات في محيطها في الآونة وينها؟ الأخيرة. هاي تحت الشجرات هذول، بعرفش إذا الكاميرا بتقدر تجيبهم، تجيب النبعة. يلا راح نحاول. احنا نحاول راح نلف ولا راح نكمل؟ بدنا نلف هان لأنه الجدار بحد النبعة، طيب خلينا الجدار معناته هاي النبعة بنقدر نصورها إذا البث معنا بجيب. اللي حط الاحتلال أمر استملاك عليها هي وخمس دولومات في محيطها خلينا لصالح ننزل. إقامة منشآت عسكرية. خلينا نشوف النبع. يلا يعني الكاميرا ما اعتقدت انه نقدر ناخذ مسافة طويلة، ولكن على الاقل نحاول ان شوي. مش راح نقدر صورة. خلينا نحكي يا إبراهيم. وعندنا نبع البلد زي ما احنا شايفينها في وسط القرية هناك، هي برش اذا الكاميرا بتجيبها النبعة هذيك يا قيس، هي عند الشجرات تسمى بلدية القدس. عندنا نبع هاي عليها أمر استملاك، هاي النبع عليها أمر استملاك عسكري زي ما بقول إبراهيم. عموما إحنا خلونا نرجع، لأنه راح نروح كمان حاليا إحنا باتجاه المجلس.
إذا ما تم مصادرة هاي النبعتين اللي تبقين نحن منصفي بلا مصادر مياه، وللأسف يعني الاحتلال يعني كمان حرب على المياه ومصادر المياه. أرجع نفس الطريق. عندنا أبار ارتوازية، في بير ارتواز عند نبع الحنية من هو داخل قرية الولجة، وبير ارتوازي بالقرب من حاجز الولجة عند حديقة الحيوانات. هذولا في كمان بير ارتوازي، ثالث أبار ارتوازية في قرية الولجة بتغذي منطقة القدس وبيت جالة وبيت لحم. طبعا هاي المية من المياه الجوفية لقرية الولجة، يعني الاحتلال عمالة وشكر شركة مقرات عمالها بتبيعنا إياها بيع إحنا يا أهل الولجة، وهي أصلها ومصدرها ومنبعها الأراضي قرية الولجة. وفي الوقت نفسه للأسف يعني في أزمة في المياه، خاصة في حي عين الجويزة والحي اللي مركنا عنده عن جبل الرويسات، بتواجه أزمات هاي المناطق. يعني إحنا بالمجمل صرنا فاهمين إنه الولجة فيها مشكلة مياه حاضرة، فيها صحيح. مشكلة صرف صحي، فيها الشوارع. مشاكل الشوارع. هذا المقطع من تحت لحد، خليني احكي لك مقطع هذا الشارع اذا الكاميرا جايبيته لحديت وين السياره هذيك. وقفوه عند السياره هذيك الممول لما حط الجي بي اس، وقفت اسرائيل من هنا وتحت ممنوع يشتغل. خلينا ننزل الطريق هاي نشوف. فعلى يعني اهل الحاره هنا تبرعوا تساعدوا ورمموا الشارع واهلوا، لانه الاحتلال من بدايه الحاره هاي منع بحجه انها منطقه سيل، الحاره هاي منع انه تعبيد هذا الشارع. فهي المنطقة اللي احنا فيها منطقة سيئة، يعني بدك تيجي لو جبت ممول، لو جبت مانح انت كمجلس قروي، كمواطن دعمت المجلس القروي، قدمت له علاقات عامة، قدمت اللي بتقدر عليه وتعاونت مع المجلس القروي، بده يصادفك الاحتلال. الاحتلال بدك تضطر انت تشتغل رغم عن انفه، يعني اذا بدك تلاحق اخطارات الاحتلال وتستسلم مش راح تحطه على اختها. واضح. طبعا الزراعه بحاجه لدعم كمان المزارعين، الثروه الزراعيه نباتيه وحيوانيه بحاجه لدعم في قريه الولجه هاي. باعتقادي انه المجلس القروي قادر انه يتواصل الجبل الرسات اللي كنا فيه مساحات شاسعة ومدهشة للأجيال الناشئة وللأجيال الشابة. يعني تخيل انت المساحات هاي لما تروح الشباب يبنوا هناك كداش بصير متنفس، كداش بعزز صمودهم. هاي النقطة البداية منها انه مجلس القروي الولجة يمد خط مية وكهرباء على الشوارع. احنا شفنا كهرباء كأنه في المنطقة مش لكلها، في خط كهرباء واصل لنص المنطقة غاد يكمل مجلس قروي الولجة، وفي كمان خط مية واصل لنص المنطقة غاد بقدر مجلس قروي الولجة يكمل هذا الموضوع. جبل الرسات يعتبر هو الأكثر أكثر منطقة خطرة يعني مهددة بالمصادرة. مفهوم. حاراتها اجمالا الولجة، خلينا نطلع على الجانب المشرق كمان، حارات معظمها جميله، اوكي في اكتظاظ وفي يعني سوء في البنى التحتيه نوعا ما، ولكن هي حارات جميله باستثناء طبعا المشاهد اللي بنشوفها زي
شارع مسكر لأنه ضيق، لأنه في تحميل وتنزيل، وهي للأسف صرنا بنشوفها في كل حاراتنا مناطق. وشوارعنا الفلسطينية. يعني وين ما تروح تشوف إنه الشارع منتهك. نتيجة الاكتظاظ، نتيجة إنه رغم إنه الشارع هذا تأهل، عمل على تأهيله المجلس القروي وأهله قبل عدة سنوات. باعتقادي النقطة هاي لازم نبحثها مع المجلس القروي، اللي هي بس المجلس عنده المخطط الهيكلي والاحتلال رافض المصادقة عليه. يعني بيجي عمل مخطط هيكلي، قدم مخطط هيكلي للمنطقة هاي، منطقة سي ومنطقة عين جوزة، وللأسف الاحتلال الإسرائيلي خلانا نقدم مخططين منفصلات للورجة، يعني العين جوزة لحالها وهاي المنطقة لحالها.